رحلة البقاء بين القوة والذكاء في عالم مليء بالوحوش المفترسة. لا مجال للخطأ وإلا النهاية. أهلا بكم في لعبة الموت، لعبة التخمين بين الفقمة والدب. إن لم يصطاد الفقمة المليئة بالدهون أسبوعيا فالموت مصيره. الفقمة عند وصولها لحفرة التنفس ترسل فقاعات لخداع الدب فيكشف مكانه. الفقمة تربح، يخسر الدب. لا مجال للبقاء. الغزال بين فكي الفهد الصياد، حتى اخترق الغزال وظن أنه مات فأفلته، لكنه قام بخداعه وفر هاربا ناجيا بحياته. ليس البقاء للأقوى دائما بل للأذكى، حتى لو كان الأضعف بالجسد. فهل الذكاء هو الأقوى حقاً؟